زي ما انتوا شايفين يا جدعان، دي كلها عربيات مرسيدس بره، وده هو فرع AMG. مرسيدس نور الشيليه، فرع اللي انا كنت عملت فيه قبل كده فروع جديده. انتوا فاهمين اول فيديوهين بالنسبه لي لما كنت فتحت القناه كنت بتكلم على اول عربيتين عملتهم ريفيو. انا في مكان اللي هو بيبيع عربيات مرسيدس في مدينه نورج بتاعتي، المدينه اللي انا عايش فيها. انا هعمل كويك ريفيو عن عربيتين اللي هو جي ال اي. العربيتين دول من افخم العربيات اللي مرسيدس بتبيعهم هنا في المكان اللي انا عايش فيه ده. فانا هشرح لكم العربيات اسعارها هنا عامله كام، مش اسعارها لان انا مش عارف الاسعار كام هنا، بس المشكله ان العربيات شكلها حلو. يعني انا وقفت وشفت المكان فقلت انا لازم اعمل الريفيو ده. شايفين ورايا كل العربيات دي كلها مرسيدس. طبعا الفرع انا صورته من بره وهصوره من بره وانا ماشي. فتعالوا نشوف الموضوع عامل ازاي هنا. كل حاجه هنا الهيد لايتس اللي في العربيه ده ممكن بتحوالي 500 متر قدامك وانت ماشي كده شايف الطريق كله. فدي مرسيدس احدث واحده اللي هي الوزراء والرؤساء ورجال الاعمال بيركبوها على طول دي. طبعا انا صورتها من بره لان طبعا دي واحد بتاعت واحد اشتراها. فالناس اللي شغالين في المعرض هنا قالوا لي ما ينفعش اللي انت تاخد العربيه وتصورها من جوه، فانا صورتها من بره كده على السريع لان العربيه دي من النادر جدا لما تلاقيها في مكان في المعرض هنا. ف رايك في العربيه دي؟ تعمل لها بتاع حوالي 150 الف حاجه زي كده،
150 ألف استرليني، تخيل عربية زي دي. ف حتى من جوه العربية حاجة فخامة الفخامة، العربية من جوه فخمة، لذا في كل مكان، اللي هي الجلد الطبيعي، فيها شاشتين. ثواني يا جدعان، بس طبعا مش هتشوف لان مش مسموح لي انا افتح العربيه من جوه، بس هي دي مرسيدس بنز في فرع نورتش. يا رب يكون. بص انا صورتها كاجوال كده على السريع، لان انا عارف الناس هنا اوريدي شارين عربيات والكلام ده، فمش هعرف الا انا افتح العربيه من جوه. بس دي كانت جوله كده على السريع في مرسيدس بنز اللي هي في نورتش هنا، وان شاء الله هيكون في جولات جديده وهصور لي المنطقه.